تنبيه: احداث الانمي او المانجا او القصص اللي احنا بنحكيها هي مجرد خيال كتبها شخص زيه زيك كده، يعني لا تمد الواقع بصلة عشان محدش من المشاهدين يفتكر ان الحاجات دي موجودة. لا يا صديقي، كلها خيالات في خيالات، واحنا بنحكيها بس من اجل المتعة والتسلية. فياريت لو في حد تحت ال 18 اعرف يا صديقي ان كل اللي بيحصل ده مجرد قصة عملها شخص عشان يجيب من وراها فلوس. واحنا بنشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله، وما بنعبدش غير الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وبس كده، هو ده اللي كنت عاوز اقوله، ويلا بينا. لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من مانجا بليتش ارجع شوفها الاول. لكن في البدايه لو بتتابعنا وبتعجبك الفيديوهات بتاعتنا فما تنساش انك تشترك وتحط لايك، لان اشتراكك ده بيكون اكبر دعم ليا. وكمان في حاجه عاوز اقول لكم عليها، عملت صفحه على الفيسبوك فيا ريت تدعموني هناك او تعمل متابعه فقط، هسيب لكم الرابط تحت في الوصف جنب اسم الفيلم على طول. فمن غير كلام كتير بقى نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نبدا. في الاحداث اللي فاتت شفنا امتصاص يوهابخا لايد ملك الارواح، وبسبب ده بدات العوالم تتدمر شيئا فشيئا. وكمان شفنا القائد الاعلى وهو بيخرج ايزن سوسكي من السجن بتاعه، وده عشان يساعدهم في هزيمه يوهابخا. في اللحظه دي بقى بنشوف ان ايزن استخدم الرياتسو بتاعته ودمر كل الطفيلات، وبيبص لروكيا وبيقول لها عامله ايه يا روكيا، ما شفتكيش من وقت طويل جدا، ولا حتى اني اتكلمت معاكي من ساعه ما سبت السيرتي. وبيقول لها مبروك على ترقيتك الجديده، بس المهم انك توريني قوتك في المعركه الجايه. ساعتها بتتضايق روكيا جدا اول ما بتشوفه، وبتقوله انت ازاي هنا، من المفترض انك محبوس تحت في المكين. لكنه بيقول لها والله مش عارف ارد اقول لك ايه، لكن انتم اللي حررتوني. ساعتها بقى بتصرخ عليه جدا وبتقول له انت عبيط ولا ايه، مفيش حد من هنا هيعمل الكلام ده. لكن بتتفاجئ بالقائد العام جاي من وراها وبيقول لها انا اللي عملت كده. في الوقت ده بقى الكل بيتصدم وبيقولوا له ايه القرار الغريب ده، ما ينفعش انك تحرر شخص زي ده. وكل واحد منهم بيبدا يزعق معاه وبيكونوا معترضين على تحرير ايزن، لكن بيرد عليهم بكل حزن وبيقول لهم انا عارف انكم كلكم محتاجين تفسير لكل اللي بيحصل، ولكن انا عاوز اسالكم سؤال، هل هتقدروا تهزموا العدو اللي فوق بالكبرياء الجوت ال13 لوحده، ولا عندكم راي تاني؟ ساعتها بقى الكل بيسكت وما بيكونوش عارفين يردوا عليه. بيقول لهم عشان نقاتل شخص شرير لازم نواجهه بينبوع شر زيه، وانا ما عنديش الشر الكافي عشان اواجه الشر اللي فوق، عشان كده ما قدامناش حل غيره. في الوقت ده بيطلب ايزن من كيراكو انه يحرره من الكرسي اللي هو قاعد عليه، لكنه بيرد عليه وبيقول له ما ينفعش، انت عارف اني واخد اذن بس بالتلات اختام اللي معايا، الفم والعين الشمال والرجلين، هم دول بس اللي عنده السلطه بيهم. ساعتها بقى ايزن بيقول له طب ازاي يعني، انت عارف اني مش هقدر ادافع عن نفسي او انظف الفوضى دي وانا مربوط على الكرسي ده. لكنه بيرد عليه وبيقول له انا مش شايف ان مشكله بسيطه زي دي هتكون كبيره عليك، وبعدين انا واثق ان عمرك ما هتخلي الوحوش دي تقرب منك. في الوقت ده بقى وهم بيتكلموا بتهاجم عليهم الوحوش من السماء، وبتكون عددها كبيره جدا لدرجه انها بتغطي السماء عليهم. لكن فجاه وهم واقفين بيلاقوا رياتسو قويه جدا بتخترقهم وبتقضي عليهم كلهم، وبيطلع ان اللي عمل كده هو ايزن، وبيكلم كيراكو وبيقول له اللعنه انت كده بتصعب الامور عليا. لكنه بيقول له انا هعتبر ان ده اطراء، وبيأمر الباقيين انهم يمشوا من هنا ويدخلوا المختبر. ساعتها بقى ايزن كمان بيفعل تقنيه التابوت الاسود وبيدخل كل الوحوش المتبقيه جواه. في اللحظه دي بقى بيكلم بياكا كياراكو وبيقول له انت عارف ان بسبب تحريرك لايزن كده انت كده بتهنا كلنا. لكنه بيرد عليه بحزن وبيقول له ايوه انا عارف، انا حاسس بكم كلكم وباللي عاوزين تعملوه، ولكن بعد ما نحمي السيرتي فليكم الحريه التامه انكم تضربوني زي ما انتوا عاوزين. في الاثناء دي كان ايزن دمر كل الوحوش المتبقيه بتقنيه التابوت الاسود. بيشوف اورهارو الوضع ده وبيكون متفاجئ جدا وبيقول انه يعمل تقنيه التابوت الاسود بدون ما يقول اي ترميمه، فده بيدل على انه بقى اقوى من ساعه ما قتل ايتشيجو اخر مره. وبيكون مستغرب جدا وعمال يفكر هو ازاي كان مسجون طول الوقت وطور قوته كده. ساعتها بقى ايزن بيكون متفاجئ جدا وعمال يتكلم مع نفسه وبيقول رغم اني استخدمت تقنيه التابوت الاسود بكل قوتي الا ان الكرسي اللي قاعد عليه ما تاثرش نهائي، وعشان يحصل كده فاكيد انه اتصنع من الصليب اللي موجود داخل المكين. في الوقت ده كانت القائده سويفون بتفعل البنكاي بتاعها وبتقول احنا ما عندناش وقت، لازم نكسر الستار المظلم اللي موجود في السماء عشان نقدر نتحرك. لكن ساعتها بتسمع صوت ايزن وبيقول لها مفيش داعي للي انت بتعمليه، القوه الكبيره اللي استخدمتها من شويه عملت فجوه في الستار اللي فوق، والستار ده يا جماعه هو الظلام اللي لافي في السيرتي. بعدها بيكمل كلامه وبيقول لها ان الريش اللي موجوده فيه مكثف جدا، كل اللي متبقي دلوقتي بس هو اني اضغط عليه بالرياتسو بتاعتي وهو هيتدمر لوحده. وفعلا بفعل الرياتسو بتاعته وبيزيل الستار عن المكان. ساعتها بقى بتصرخ عليه روكي وبتقول له انه يوقف حالا لان الرياتسو اللي جمعها عشان يفتحوا البوابه بدا يتلاشى. لكنه بيرد عليها وبيقول لها مش مهم البوابه، طالما ان في فجوه في حاجز القصر الملكي فانا اقدر دلوقتي اني ادمر
القصر الملكي ونزله لتحت. يا جمدانك يا ايزن والله، شكلها كده الحلقات الجايه من بليتش هتطلع ترندات بدون توقف على كل السيرفرات. ساعتها بقى الكل بيتصدم من اللي بيسمعه، يا عم انت بتقول ايه، وبيستغربوا اكتر لما بيلاقوه بيتكلم بكل ثقه وانه قادر فعلا يعملها. ساعتها بقى فجاه بيفعل الرياتس الجباره بتاعته وبيكون بيستعد عشان ينزل لهم القصر الملك اللي عندهم، لكن فجاه بيلاقي الرياتس بتاعته اختفت وبيكون متفاجئ من اللي حصل وبيقول ازاي ده يحصل، لكن بيسمع القائد كياراكو من وراه وبيقول له مفيش جدوى، انت قلتها بنفسك قبل كده ان الاربطه اللي عليك دي ما بتختمش الرياتس بتاعتك لكنها بتقوم بكبحها جنبك ومهما عملت مش هتعرف تكسرها، وبيعرفوا انها من افضل اختراعات التكنولوجيا في مجتمع الارواح، ومش هيكون من الحكمه الاستهانه بيها لان اللي صنعها هو القائد مايوري بذات نفسه. وبصوا بقى يا جماعه، انا فعلا بحب شخصيه مايوري ولكن شرحه كتير جدا، وبسبب شرحه الكتير ده انا بصراحه ما بفهمش منه اي حاجه، ولكن باختصار كده مايوري صنع كيود على ايزن بالعلم بتاعه، وبسبب ده مايوري بيقدر يتحكم في رياتس ايزن زي ما هو عاوز، يعني يقدر يخليه يستخدم طاقته كامله او يستخدم نصها او ما بيستخدمهاش خالص. كل ده يقدر يعمله طالما ان الشخص تحت سيطرته هو لسه عايش. في الوقت ده بقى بيبص له ايزن بنظره الشر بتاعته وبيقول له تمام، ايه رايك تغير درجه الرياتس بتاعتي لاقصى حدودها ونشوف مهاره مين اللي هتتغلب على الثانيه. ولكن وفجاه بيلاقي هجوم من الطاقه اتحدف عليه، وبيطلع ان اللي عمل كده هو واحد من الكوينشي واسمه نانا وممثل حرف اليو، وبيكلم ايزن وبيقول له انه شافه وهو بيستخدم الرياتس بتاعته، وطلع ان هو اكتر واحد فيهم الرياتس بتاعته فيها ثغرات عشان كده هجمت عليك اول واحد منهم. ودلوقتي بقى كل ما تستخدم رياتسو اكتر الهجوم بتاعها هيمتص الرياتسو بتاعتك لحد ما ينفجر فيك، وفعلا الرياتسو بتنفجر في ايزن ولكن ما بيحصلوش اي حاجه. بيستغرب نانا جدا وبيتكلم مع اصدقائه وبيقول لهم ده حتى انه ما فقدش الوعي، ده فعلا طلع وحش. ساعتها بقى كلهم بيتكلموا في وقت واحد وبيقولوا لهم احنا مش هنسيبكم تنزلوا القصر الملكي هنا. في الوقت ده بقى بتتكلم نائبه القائد مع القائد كياراكو وبتعرفه ان الوضع سيء تحت لان الرياتسو البوابه اتدمرت، وبكده هم رجعوا من الصفر ومحتاجين يلم الرياتسو من الاول. فبيكلمها وبيكلم كياسكي معاها وبيقول لهم شوفوا هتعملوا ايه وانا هتكفل بالمشكله اللي قدامنا. ساعتها بقى جويل بتصحي الزومبي اللي حواليه وبتخليهم يتلفوا حوالين القائد. بيستغرب مايوري ان جويل لسه عايشه وبيفكر مع نفسه وبيقول ان الموضوع ده محير جدا، ولكن التفسير الوحيد اللي قدامي ان فتاه الزومبي دي هي نفسها زومبي من البدايه. بيستعد نانا عشان يهاجم على القائد ولكن وفجاه بيلاقي طلقات من النار خرمت جسمه، وبيطلع ان اللي عمل كده هو صاحبه باسبي. بيستغرب القائد من اللي عمله لكن بيبص له باسبي وبيقول له احنا هنساعدكم. بيستغرب القائد اكتر من اللي بيقوله الراجل ده لكن بيقول له ما تفهمنيش غلط، احنا هنساعدكم بس عشان نقضي على جلالته، وكمان لو انتوا وقعتوا القصر هنا الفندر الريخ لسه موجود تحت ظلال السيريتي واكيد هي كمان هتتدمر مع مجتمع الارواح، عشان كده بلاش تعملوا اللي بتفكروا فيه واحنا هنساعدكم في اي حاجه. بيبص له مايوري وبيقول له طبعا انت عاوزنا نصدقك بكل بساطه كده صح، لكن بيرد عليه وبيقول له انا ما بطلبش منك انك تصدقني ولا حاجه، انا قلت اعرفكم باللي هيحصل وخلاص، وكمان بمقابل مساعدتنا ليكم انا عاوز خدمه منكم وهو انكم تاخدونا معاكم لفوق عشان في حساب لازم اصفيه مع شخص بالتاكيد. بعدها بقى بنشوف ايزن وهو بيكون اتحرر من الهجوم اللي كان عليه، لكن بيبص له القائد وبيقول له ايه يا معلم انت هتنام هنا ولا ايه؟ لا فوق معايا كده عشان لسه ورانا شغل كتير. فبيرد عليه وبيقول له هو ده كل اللي همك؟ مش المفروض الاول تيجي تطمن عليا؟ على العموم لو عايز تقتلني اقتلني دلوقتي لانك مش هتلاقي فرصه احسن من دي. فبيرد عليه كيراكو وبيقول له لو كنت اقدر اقتلك من بدري كنت قتلتك من وقت طويل جدا، ولكن دلوقتي عاوزك تقعد بهدوء شويه وترجع طاقتك عشان ورانا طحن عاوزين نخلصه. وساعتها بقى بنشوفهم هما الاثنين عمالين يتكلموا وعمالين يهزروا ويضحكوا واكنهم اصحاب من الطفوله. في الوقت ده بقى بنشوف الباقيين وهم بيجهزوا عشان يطلعوا للقصر. بيتكلم ايزن مع نفسه وبيقول هو اللي انا شفته ده صح ولا لا؟ هل الشينيجامي والكونش هيوحدوا قوتهم عشان يحموا مجتمع الارواح؟ لا اكيد صدفه مش مقصوده، بل هم قرروا انهم يتحدوا مع بعض بس عشان يهزموا عدو مشترك ما بينهم. مين كان يصدق ان الشخص اللي هزمني هيطلع قصر ملك الارواح قبلي؟ انت الوحيد اللي عمري ما هسامحك ابدا يا كوروساكي ايتشيجو. في اللحظه دي بقى يا صديقي بنشوف ايتشيجو وبقيه الشله وانهم قدروا ينجوا باعجوبه من الوعي اللي كانوا واعينها، وده عن طريق تعاون يوريتشي وايلو مع بعض. فايلو استخدمت قدرتها وشالتهم عليها، ويوريتشي بعتت لها خطافين عشان تدخلهم القصر الملكي بدل ما كان هيقع على مجتمع الارواح. ساعتها بقى بيطلع لهم كون من النص كده وبيكون فارد عضلاته عليهم وبيقول الحمد لله اني لسه بخير. بيستغرب ايتشيجو وبيقول له انت جيت منين يا عم انت؟ فبيقول له انا كنت مستخبي داخل عبايتك ولحد ما شفت ان الخطر زال قررت ان اطلع واساعدكم. لكن بيبص له ايتشيجو وبيقول له قررت تطلع وتساعدنا برضه ولا كنت خايف لا تموت من الهجوم المضاد اللي كنا ناويين نعمله؟ في الوقت ده بقى بتوقفهم ميروتشي وبتقول لهم كفايه لعب لحد كده، لازم دلوقتي نفكر في خطه ونطلع لفوق قبل ما ينهار القصر الملكي. فبيقول لها ايتشيجو طيب وازاي هنطلع؟ انت شايفه ان المسافه كبيره جدا، انا ممكن اعمل طريق بالرياتس بتاعتي واطلع لفوق، ولكن الدور عليكم انتم هتطلعوا ازاي لفوق، ولو فكرتوا في قدره اينو فمش هتستحملكم وهتتكسر وهتقعوا من تاني. لكن بترد عليه يوريتشي وبتقول له انه مش لازم يقلع عليهم لانها مجهزه خطه بديله قبل ما تيجي لهنا، وبتمشي بعيد شويه عنهم وبتقول لهم كفايه نوم لحد دلوقتي اخرجوا من عندكم. ساعتها بقى بتنفتح بوابه قدامهم وبيخرج منها الاسباد السادس جرموجو اللي اول ما بيخرج وبيشوف ايتشيجو بيقول له عامل ايه يا ابو الصحاب ما شفتكش من وقت طويل جدا، وبيروح بسرعه ينط يقف قدامه وبيقول له كم من السنين عدت على اخر مره اتقابلنا فيها، بس انا شايف ان الجروح اللي
كتبتها عليك اتشافك كويس. فبيرد عليها ايتشيجو وبيقول له ما هي لازم تتشفي كويس، بس قول لي انت ايه اخبار الجروح اللي عندك. ساعتها بقى بيسحب جريمي سيفه وبيقول له ايه البصه اللي على وشك دي، انت كنت فاكرني ميت ولا ايه؟ لا انا مش هموت غير لما اصفي حسابي معاك الاول. في الوقت ده بقى وقبل ما يهجموا على بعض بتظهر نير من وراهم وبتكون طايره عشان تحضن ايتشيجو، فبتضرب جريمي معاها بالرجل وهي طايره وبتروح تحضن ايتشيجو اللي بيكون مستغرب جدا من تغيير شكلها. فبتقول له ان كيسكي صنع لها صوار بيقدر يخليها تتنقل زي ما هي عاوزه بين الطفله والشكل ده. ولكن ساعتها بقى بنشوف اينو وهي بتكون غيرانه جدا من نيل على ايتشيجو، لحد ما بيطمنها شادو وبيقول لها ما تخافيش مش هتاخده منك ولا حاجه، قشط على الحب يا اينو والله. في اللحظه دي بيقاطعهم جريمي وبيزعق في نيل انها وقفت في وشهم، لكنها بتقول له غريبه انا كنت هقول لك نفس الكلام برضه، ولكن لو عاوز تقاتل حد هنا فلازم تتعداني الاول. وبعدين هو من امتى كان رقم 6 بيوجه اوامر لرقم 3؟ فبيضحك وبيقول لها ان ده هراء، ايزن دلوقتي ما بقاش موجود فاي رقم دلوقتي ملوش اي لازمه، بس لو حابه نكتشف مين الاقوى فينا فيلا بينا نبدا دلوقتي. لكن بيتدخل ايتشيجو بيفض الليله ديت وبيزعق لهم وبيقول لهم ايه شغل العيال الصغيره ده، انا مش فاهم مين اللي بيتكلم هنا والله، مش من شويه كان ايتشيجو هيخش معاهم برضه في قتال؟ ولكن ما علينا يا جماعه. بتنفتح بوابه قدامهم وبتظهر منها صندوق بسلم، وفجاه بيسمع ايتشيجو حد عمال يتكلم ويزعق لهم وبيقول لهم احنا هننام هنا طول اليوم ولا ايه؟ يلا يا عم اطلعوا منك ليها خلينا نخلص من هنا. بيستغرب ايتشيجو بيقول ايه ده انتوا سامعين اللي انا سامعه؟ الصندوق بيتكلم لوحده. لكن فجاه بيلاقي بنت جواه هي اللي بتكلمهم وبتقول لهم انجزوا يلا خلينا نمشي، وبيكون اسم البنت دي اسمها ريوكا ومعاها اخوها اسمها يوكو. ساعتها بقى بيشوفهم ايتشيجو وبيكون عارفهم واستدعاهم كيسكي لما كان في الهوكوماندو عشان يساعدوا ايتشيجو لو اتزنق ولا حاجه. بيتفهموا ياروتشي انهم قدروا يلاقوا طريقه تنقلهم لقصر ملك الارواح بدون ما اي حد يحس بيهم. فاكرين شباب البوابه اللي بتودي لعالم الهوكوماندو اللي هي بتكون بتفتح ما بين عالم الهوكوماندو وعالم البشر او مجتمع الارواح؟ البوابه دي هم لقوا فيها طريقه عشان يطلعوا منها، وبكده محدش هيحس بيهم لانهم خارج العوالم دلوقتي. في الوقت ده بقى كان جميع الفرسان قاعدين مريحين وبياكلوا وبيشربوا مهيصين كمان، مش عارف جابوا منين العنب ده والله، وبيكونوا عمالين يتخيلوا قوه ملكهم هتكون عامله ازاي بعد ما يمتص ملك الارواح. وفي اللحظه دي بقى بيظهر يوهاباخا وهو امتص ملك الارواح بالكامل وبتكون باينه عليه القوه الغاشمه، لكن هنعرف ايه اللي هيحصل في الحلقه الجايه. اسف شباب على التاخير والله، ولكن زي ما انتم عارفين ان كل شخص بيحصل له ظروف خاصه بالحياه، وكمان والله انا تعبان جدا حتى لو هتلاحظوا ان صوتي فيه برد جامد جدا فمش قادر اسجل اصلا والله. واخر حاجه بقى انكم لازم تدعوا لاخواتنا الفلسطينيين يا جماعه لانهم فعلا محتاجين كل الدعاء دلوقتي، وكمان لازم تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويلا سلام.